السلام عليكم، ازيك يا شباب؟ يعني الف مبروك ان انت وصلت للمرحله ديت، يعني كويس جدا وعايش جدا بجد. يعني ان انت تكون خلصت كل الفيديوهات ديت ووصلت للمرحله ديت، فدي كويس جدا جدا. يعني انا عايزك بس تتخيل، بس يعني لما انت كنت في اول ما بدات البلاي ليست ديت وبعد كده لما وصلت هنا، فهتحس في فرق مستوى، يعني حتى خدت معلومات كتير. تمام، فالحمد لله. يعني اي فيديو عجبك او اي حاجه عجبتك في الفيديوهات ديت، يعني هو فضل ربنا اولا واخيرا ومش مني في حاجه. ولو في اي حاجه ما عجبتكش او اي معلومه غلط انا قلتها، فهو يعني مني ومن الشيطان ومن خطأ البشري، فسامحني على كده يعني. وان شاء الله هحاول اصلح من كده في الفيديوهات الجايه ان شاء الله والمشاريع الجايه. طيب ايه المرحله الجايه بقى ان شاء الله؟ هنعمل ايه بعد كده؟ هنعمل مشاريع عن اللي اتعلمناه، وان شاء الله نبدا نتكلم بقى عن يعني مواضيع متقدمه اكتر، اللي هو الديب ليرنينج، ازاي انا اقدر اطبق ديب ليرنينج في الكمبيوتر فيجن. ونبدا نعمل مشاريع يعني رهيبه ان شاء الله. وكمان هيبقى فيه برضك مشاريع، هيبقى فيه بلاي ليست مخصصه للمشاريع وبلاي ليست مخصصه للالجوريزمز اللي احنا استخدمناه واتكلمنا عنها قبل كده. تمام، والمشاريع ان شاء الله هتبدا يعني ايه بالتدريج كده، يعني مش هنبدا بمشاريع ضخمه ولا حاجه، هيبقى بالتدريج برضك، بحيث ان احنا ناكد على اللي اتعلمناه ان شاء الله. وبعد كده نفضل نكمل، وكل كل فيديو ان شاء الله هيبقى متقدم عن اللي قبله ان شاء الله. بس فخليك دايما بتتعلم، وخليك دايما بتحاول تطور من نفسك، وعايش جدا بجد. يلا، سلام عليكم.